الى ذلك قال الامين العام لجماعه الدول العربيه احمد ابو الغيط انه بعث هاتفيا مع الامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه الوضع في السودان. واضاف ابو الغيط انه اتفق مع امين عام منظمه التعاون الاسلامي على ضروره توقف الاعمال العسكريه في السودان لانها تهدد حياه المدنيين الابرياء وتهدم مباني الدوله والممتلكات الخاصه.